السلام عليكم. عطفا على الفيديو الأول اللي كنت تكلمت فيه على أن الإنسان خصو يكون صادق في العمل ديالو ملي كيدبر على شي خدمة يكون صادق. فحتى هذا الفيديو هذا غادي نتكلم فيه على أن أي واحد مشى لشي وظيفة جديدة وتقابل مع الجيرون أو المدير أو مول الشركة ولا مول ديك الخدمة، فأثناء اللقاء الأول خصو يكون صادق، ما يكونش فيه الكذوب. عندك تجربة؟ عندي. شحال عندك؟ عام، عامين. داكشي اللي عندك قولو. ما عنديش. لا ما عنديش. خدمتي هنا؟ لا ما خدمتش. كتعرف هادي؟ كنعرفها. ما كتعرفهاش؟ ما كنعرفهاش. إذن فالإنسان خصو يكون صادق، لأنك واخا تكذب فراه غتفرش، غتفرشك الوقت وغتفرشك المهنة. وهنا ملي كتفرش كتحقر وكتولي في عيونهم ماشي هو هذاك، وسينتظرون أول فرصة للانتقام منك وطردك شر طردة. كاين واحد القصة كتوضح هذا المثال هذا، وهي قصة ممسحة الأرجل. كتقول هذه القصة وهذه الحكاية أن واحد المدير ديال واحد الشركة أو مول واحد الشركة خصو سكرتير اللي غيكون اليد اليمنى ديالو ويخدم معاه في البيرو، وكيقلب على شي شاب اللي هو يكون متمكن، ولكن اهم شيء هو يكون فيه الصدق. فدار الاعلان في الجرائد وجاو الشباب، جاو الناس اللي شافوا فرصهم انهم مؤهلين باش يخدموا في هذه الخدمه هذه. فبدا هو كيستقبلهم بنفسه، فكي كيدخل كيعيطوا فلان فلان دخل تفضل، كيجي كيقول له رياح، كيسولو شنو سميتك، هادي هادي فين خدمتي. واحد الوقت كيقول له مسحتي رجليك بعدا في ممسحات الارجل اللي في الباب. الاغلبيه كيقول لي هي مسحتها. كيدريب ليه، كيقول له مرحبا الرقم عندنا تنتصلوا بك. كيدخل الثاني عاوتاني، تفضل شنو سميتك، قول لي بعدا مسحتي رجلك في ممسحات الارجل اللي في الباب. كيقول لي مسحتها، تفضل شنو سميتك هادي. وكيبقى يسولو ديك الاسئله الروتينيه. حتى جا واحد الشاب اللي عيطوا له سميتو فلان فلان، دخل تفضل، قال له جلس شنو سميتك فين خدمتي هادي. ويقول له مسحتي رجلك من مسحات الارجل؟ قال له ودي ما مسحتش. قال له علاش مسحتي؟ قال له ما رديتش البال واش كاينه ولا ما. قال له راه كاينه. قال له ما رديتش البال. قال له عاود تاكد واش ما مسحتيش رجلك. قال له ما مسحتش. الا كاينه ما مسحتش، ما كايناش راه ما مسحتش، انا راه ما رديتش البال، كي قلتوا لي دخل راني دخلت. وغير الطريقه البسيطه هذاك المدير كيكتشف الناس الصادقين من الكاذبين. ما كايناش ممسحات الارجل كاع في الباب، وهو كيطرح هذا السؤال باش كيعرف الناس الصادقين من الكذابه. وتمكن هذا الشاب بالصدق ديالو البسيط العادي انه ياخذ هذه الوظيفه. واخا كتبان هذه القصه قديمه شي شويه وديال حكايه جدتي، ولكن فيها مغزى واضح، هو ان الانسان خص يكون فيه الصدق دائما. بيضه بيضه، كحله كحله، كاينه كاينه، ما كايناش ما كايناش. وهذا هو السر ديال الناس الناجحين. تحياتي.